السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. بخصوص موضوع اليوم سوف أتحدث لكم عن واقعة وقعت لي قبل يومين من وضعي لهذا الفيديو. فكما ترون إخواني أخواتي، فقد قمت بتفريق الذكر عن الأنثى كما تشاهدون، وقد أخبرتكم في فيديوهات سابقة أن هذه الأنثى الجميلة الرائعة قامت بوضع البيض لثلاث مرات أو أربعة مرات، وقد خرجت لي الفراخ على خير ما يرام، وقد قمت بتصوير لكم الفراخ. ولهذا قمت بوضع الأنثى بوضع حاجز لها كي تقوم بإرجاع صحتها ويعود الريش لينمو تحت بطنها، لأن تلك الفترة التي تكون طويلة الأمد، حيث أن الأنثى تضع عش وراء آخر، أقصد بذلك أنها تضع البيوض وراء أخرى، هذا ينهكها صراحة وينهك صحتها. لهذا قد قررت بأن أضع ذلك الحاجز لكي ترتاح قليلا، وكي يرتاح أيضا الذكر، ولكي لا يقوم بتلقيحها في كل مرة. وقد لاحظت بأن الأنثى لم تكن تستطيع الوقوف على المجسم لمدة طويلة، وقد لاحظت بأن رجلها كانت شيئا ما مصابة، فقمت ب تقديم لها الدواء المناسب، ولهذا وضعت لها ذلك العش كما تشاهدون لكي ترتاح فيه قليلا. إلا أن فاجأتني واقعة لم أكن أنتظرها أبدا، وأظن أنكم ستخمنون ما الذي حصل. الذي حصل صراحة وهو أنني وجدت الأنثى قد قامت ب أخذ قشور قشور الغذاء أو الحبوب التي أقدمها لها، وقد قامت بوضع ما تشاهدون أمامكم. وضعت لي بيضة كما تشاهدون، فلم أصدق ذلك، لأنني حتى أنني قمت بتفريقها مع الذكر لمدة 20 يوم، فكيف حدث ذلك؟ الغريب في الأمر إخواني أخواتي أن إناث الكناري يمكنها وضع البيض بدون أن يلقحها الذكر. هذا البيض يمكن أن نقول بأنه بيض غير مخصب، إلا أنها وضعت البيض، وكما تشاهدون قد وضعت معه قشور الحبوب التي أقدمها لها. فيعني كان أن أخذت قرار بأن أقوم ب إزالة العازل الحديدي وجعلها تتزاوج مع الذكر مرة أخرى، فلاحظت أنها مستعدة لكي تقوم بذلك مرة أخرى. لهذا إخواني أخواتي، لا تجهدوا إناثكم، أيضا الذكور منها لا تجهدوها وتقوموا ب تزويشها مرات ومرات عدة، فهذا ينهكها سواء للذكر وأيضا للأنثى. وصراحة بعدها بعد هذا الفيديو قامت الأنثى بجمع خيوط التعشيش بعدما وضعته لها، وسأصور لكم بحول الله الجديد في هذا الأمر. وستستغربون لماذا أضع لكم دائما هذه الأنثى وأتحدث عنها، لأنها تبارك الله ما شاء الله تقوم باللازم على خير ما يرام، وكذلك الذكر. هذا الأمر صراحة أسعدني كثيرا، ولهذا لم أرد أبدا إجهادها. فكما تشاهدون بعدما أن وضعت لها خيوط التعشيش قامت أو تقوم في هذه اللحظات بجمع خيوط التعشيش كي تقوم بوضعها. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.